بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الإغراء. قال رحمه الله في البيت 93 بعد 100، قال: والنصب في الإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس، تقول للطالب خلا برا دونك زيدا وعليك بشرا. أمثلة لطيفة. نعم. طيب، قال في شرحه رحمه الله: قال الإغراء التحضيض على الفعل الذي يخشى فواته، التحضيض على الفعل الذي يخشى فواته. والإغراء يعني أصله في اللغة هو الحمل على فعل الشيء، يعني الحمل على فعل الشيء، ويقابله التحذير. الباب الذي بعده هو التحذير، وهو الحمل على ترك الشيء. يعني الإغراء حمل، الحمل على فعل الشيء، أن تحمل شخصا على أن يفعل شيئا، والتحذير أن تحمل شخصا على أن يترك شيئا. وهنا يعني قال التحضيض، أي الحث يعني الشديد على الفعل الذي يخشى فواته. قال: وألفاظه عليك ودونك وعندك. فهذه الألفاظ تسمى أسلوب الإغراء. أسلوب الإغراء يعني تحضيض الشخص على فعل الشيء، أو حمله وحثه على فعل شيء يخشى فواته. فألفاظه عليك ودونك وعندك. قال: فإذا قلت عليك زيدا نصبته على الإغراء، نصبته على الإغراء، ومعناه احذر زيدا فقد علاك، احذر زيدا فقد علاك. وإذا قلت عندك عمرا فالمعنى خذه من حضرتك. وإذا قلت دونك بشرا فمعناه خذه من قربك، خذه من قربك. هكذا عندكم احذر زيدا فقد عليك. نعم. خذ زيدا، كأن النسخة اللي فيها خذ زيدا هي الأصح، يعني كما ذكرنا في يعني في النسخة عندي احذر، صوبوها إلى خذ. فإذا عليك زيدا نصبته على الإغراء، ومعناه خذ زيدا فقد عليك، يعني هو كل الإغراء يعني خذه، تحمله وتحثه على أخذ شيء يعني أو فعل شيء. فهنا تقول يعني عليك زيدا، يعني خذ زيدا فقد عليك، يعني إذا كان الشيء الذي تطلب منه أن يأخذه فوقه فتقول عليك، وإذا كان هذا الشيء في حاضرا أمامه في حضرته فتقول له عندك. وإذا قلت دونك أي خذه من قربك. فكلها بمعنى خذ الشيء يعني، وأحصل عليه وتتحثه على الحصول على الشيء وأخذه. فهذه ثلاثة أساليب للإغراء: عليك زيدا، دونك زيدا، عندك زيدا. نعم، كلها بمعنى يعني الحث على فعل الشيء أو أخذ الشيء، أو يعني شيء يمكن أن يفوت وأنت تحثه على أخذه، تحثه على أخذه. يعني ليس بالضرورة يعني زيدا هنا مثلا في هذا المثال، يعني قد يكون مثلا يعني عدوا يقاتله ويحثه على أخذه والظفر به، يعني فهو يحمله على أخذه أو الظفر به. أو مثلا كذلك في الصيد، مثلا تقول له عليك الصيد يعني خذه مثلا. فكلها بمعنى يعني الحث على أخذ الشيء وعلى الحمل على فعل الشيء. بس هذه يعني يعني ممكن فيها نفس المعنى، ولكن لا تعتبر أسلوب إغراء. يعني أسلوب الإغراء لابد أن يكون بهذه الصيغ: عليك ودونك وعندك. طيب، نأخذ هنا
المثال. قال وفي القرآن عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، فتلاحظون أن أنفس منصوبة، يعني هنا المعنى المقصود يعني إلزموها، يعني إلزموها يعني فتحوا. مش لما ضفت الباء على الشيء تقول عليك بفلان عليك. يعني هذا بيخرج عن أسلوب، يعني أسلوب الإغراء بيكون له تركيب معين، يعني لابد أن يأتي بهذا التركيب حتى يفيد هذا المعنى. قال ولا يجوز تقديم المنتصب بالإغراء على لفظه، يعني هو ذكر هنا يعني سيذكر بعد ذلك مسألة الحق الباء، سيذكرها بعد قليل إن شاء الله، سؤالك الذي تسأل عنه الحق الباء سيذكرها بعد قليل. لكن في الأمثلة التي ذكرناها كلها الإيه المغرى به منصوب. قال ولا فنقول إيه منصوب على الإغراء، يعني نقول عندما تقول عليك زيدا نقول زيدا منصوب على الإغراء. نعم. فقال ولا يجوز تقديم المنتصب بالإغراء على لفظه، فأما قوله تعالى كتاب الله عليكم، يعني هو ذكر قاعدة أن المنصوب على الإغراء لا يجوز تقديمه على لفظ الإغراء اللي هو عليك أو دونك أو عندك، فالمنصوب على الإغراء لا يتقدم على لفظ الإغراء. طيب جاءنا إشكال، طيب قال تعالى كتاب الله عليكم فقدم إيه كتاب الله، كيف توجيه هذه الآية؟ قال فإنه ممن تصب على المصدر الذي حذف فعله، قال كتاب الله عليكم، هذا ليس أسلوب إغراء ولكن كتاب هو يعني مصدر حذف فعله، يعني كتب الله كتابه، فكأنه كتب كتابة، فكتابة هنا مصدر منصوب فعله محذوف. ومثله صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهنا صنع يعني هو مصدر منصوب لفعل إيه مقدر، يعني التقدير صنع، التقدير يعني صنع الله صنعا، يعني صنع الله صنعا، فهو مصدر لفعل إيه محذوف، فهو مفعول مطلق يعني لفعل محذوف مقدر مؤكد لفعل إيه محذوف مقدر. قال والغالب أن تستعمل هذه الألفاظ الثلاثة في ضمير المخاطب، في ضمير المخاطب. قال غير أن على تختص بشيئين، غير أن على تختص بشيئين، أحدهما إدخالها على ضمير الغائب، والثاني إلحاق الباء بمنصوبها. إذن إيه الغالب أن هذه الألفاظ اللي هي عليك ودونك وعندك أنها تدخل على ضمير المخاطب، و هذا قال الغالب، معناها لما ذكر الغالب معناها أنه يجوز دخولها على غيره. ثم ذكر أن على تختص بشيئين، أنها تدخل على ضمير الغائب، هو قال الأصل أنها تدخل على ضمير المخاطب، ولكن على تختص بجواز دخولها على ضمير الغائب، وتختص أيضا بإلحاق الباء بمنصوبها، يعني ممكن المنصوب على الإغراء في حالة كون الأداة أو لفظ الإغراء في حال كونه على، ففي هذه الحالة يجوز أن يكون المنصوب على الإغراء جرا ومجرورا، يعني يكون الجر والمجرور في محل إيه نصب على الإغراء، كما جاء في الخبر من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طب هنا وجه الشاهد قال إيه فعليه بالصوم، فأسلوب الإغراء هنا لم يقل فعليك وإنما قال عليه، فدخلت على الإيه على الهاء وهي في صيغة الإغراء، ولم يقل عليك الصوم
أو عليه الصوم، وإنما قال عليه بالصوم فأدخل الباء. واضح؟ نعم. فهذا هو أسلوب الإيه؟ الإغراء، بمعنى يعني خذه أو أحضك على فعله، يعني هنا عليه بالصوم يعني حث على الصوم وحض عليه وأمر بأخذه، فهذا هو المعنى. هنا إدخال الباء واجب؟ لا، يعني تختص أنها يعني يجوز فيها، يعني يجوز، لأن طبعا مثل ما ذكر من قبل عليكم أنفسكم لم يدخل فيها الباء. نعم. يعني قال عليه الصوم يكمل المعنى؟ أي نعم، لو قال عليه الصوم يصح يعني. طيب، قال باب التحذير. باب التحذير. قال وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل ما قال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله. فهذا باب التحذير. فالتحذير هو عكس الإغراء، يعني الحض على ترك الشيء أو الحث على ترك الشيء وعدم أخذه. فقال اعلم أن الفعل قد يعمل محذوفا إذا دلت عليه الحال، مثل أن تسمع تكبيرا عشية استهلال الهلال فتقول الهلال والله، الهلال والله، تريد شاهد الهلال. إذا سمعت الناس يكبرون عشية استهلال الهلال، يعني قد دخل الشهر والناس يكبرون، فإذا سمعت التكبير فهذه قرينة يعني وعلامة على أن الناس رأوا الهلال فهم يكبرون لرؤيته. فإذا سمعت التكبير فتقول الهلال والله. الهلال هنا منصوب وفعله محذوف، التقدير شاهدوا الهلال، التقدير بفتح الهاء، شاهدوا الهلال، كأن المعنى هنا شاهدوا الهلال والله، فتقول الهلال والله يعني شاهدوا الهلال. فشاهد فعل ماض والواو فاعل والهلال مفعول. أو ترى إنسانا قد دخل أجمة، والأجمة اللي هي مكان الأسود، مجتمع الأسود يعني ومكانه، فتقول الأسد. إذا رأيت شخصا دخل أجمة، منطقة يعني هي مكان للأسود، فتقول الأسد، يعني احذر الأسد. فهنا الأسد مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر. أو تصادفه واقفا في الطريق فتقول له الطريق، الطريق أي خل الطريق. قال ويجوز إظهار الفعل الناصب في هذه المواطن، يعني لو قال الهلال كما لو قال شاهد الهلال، وإذا قال الأسد أو احذر الأسد أو الطريق خل الطريق، كل هذا يجوز فيه إظهار الفعل ويجوز إضماره وتقديره. واضح؟ قال فإن كررت الاسم قام تكريره مقام إظهار الفعل ولم يجز إظهاره. قال لك طريقة أخرى، أنك بدلا من أن تظهر الفعل تكرر الاسم المحذر منه، تكرر الاسم المحذر منه الذي يقال له المنصوب على التحذير، يعني المغرى به الذي يحث على فعله أو أخذه أو تناوله أو لزومه، أو فهذا يقال له المغرى به، والذي يحث على يعني تركه واجتنابه والابتعاد عنه والحذر منه وكذا، فهذا يقال له المحذر منه. فالمغرى به يكون منصوبا على الإغراء، والمحذر منه يكون منصوبا على التحذير. فهذا الاسم اللي هو المنصوب على التحذير قال يجوز أن تكرره، فإذا كررته امتنع إظهار الفعل المضمر، فالتكرير يقوم مقام الفعل. قال كقولك الطريق الطريق، يعني بدأ يعني يمكن الآن أصبح عندك ثلاث كيفيات يعني للتحذير، يمكن أن تقول الطريق فقط هكذا، ويمكن أن تقول احذر الطريق، أو تقول الطريق الطريق. إذا قلت الطريق يمكن أن تظهر الفعل، تقول احذر الطريق أو خذ أو خلي الطريق،
يعني ممكن يكون تحذيرا إذا كانت خاصة في العصر الحاضر طريق مخوف يعني يمكن تصدمه السيارة ولا شيء، فتقول له الطريقة يعني احذر الطريقة، أو تقول له خلي الطريقة، فهو حث على إيه؟ ترك الشيء واجتنابه، فيمكن أن تظهر الفعل. وأما إذا كررت قلت الطريقة الطريقة لم يجز إظهار الفعل. قال الأسد الأسد، إذا كررته لم يجز إظهار الفعل، لم يجز أن تقول إيه احذر الأسد، إذا قلت الأسد الأسد لا يجوز أن تقول احذر الأسد الأسد. قال وكقولك للمحثوث على السير السرعة السرعة النجاء النجاء، ومن ذلك قول الخطيب في خطبته الله الله عباد الله 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 عباد الله، وكان الأصل اتقوا الله يعني خافوا الله واتقوه واحذروا عقابه، فأقام التكرير مقام إظهار الفعل المحذوف، فأقام التكرير مقام إظهار الفعل المحذوف. هذا معنى قوله مثل مقال الخاطب الأواهي، الخاطب الأواهي، والأواهي يأتي بمعنى التلاء والبكاء والعابد والكذا إلى آخره، والرحيم له معان عديدة. فالخاطب أي الخطيب، يعني الخاطب هنا أي الخطيب على المنبر، الخطيب الأواه يعني يقول لهم الله الله عباد الله، فهذا أسلوبه إيه؟ تحذير. قال فأقام التكرير مقام إظهار الفعل المحذوف. حاضر. قال ومما ينصب على إضمار الفعل قولهم إياك والكذب والغيبة، فينصب ما بعد إياك بفعل مضمر تقديره اتق الكذب واحذر الغيبة. إذا قلت إياك والكذب فالتقدير فهنا إيه؟ إياك واتق الكذب، فالكذب هنا منصوب بفعل محذوف تقديره اتقي، والغيبة أي احذر الغيبة. قال ولا يجوز إظهار هذا الفعل، يعني إذا أتيت بالضمير إياك فهنا إيه؟ يعني لا يجوز إظهار الفعل، ولكنه يقدر ويكون ناصبا للمحذر منه، يعني هذا أيضا مما يدخل في أسلوب التحذير، تقول إياك والكذبة، إياك والكذبة، يعني في الإعراب التقدير كأنك تقول إيه أحذر إياك واحذر الكذبة، أحذر إياك واحذر الكذبة، فكل إياك هي منصوب بفعل مقدر، والكذبة منصوب أيضا بفعل مقدر. ولا يجوز إظهار هذا الفعل. قال ومن المنصوب بإضمار الفعل، ومن المنصوب بإضمار الفعل قولهم هنيئا مريئا وغفرانك اللهم، هنيئا مريئا وغفرانك اللهم، وقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، أي إما تمنون منا وإما تفادون فداء. فاستطرد هنا يعني وذكر إيه؟ نماذج للمنصوب على تقدير فعل محذوف. نعم شيخ، قلنا قبل التحذير هو الحمل على ترك الشيء، لما تقول الهلال والله بسرعة بسرعة، ما هو الذي حملنا على تركه؟ يعني هذا المعنى الإجمالي يعني للتحذير، المعنى الإجمالي للتحذير هو الحث على ترك شيء أو اجتنابه أو يعني ونحو ذلك يعني، لكن لا يمنع أنه في بعض الأمثلة قد لا تستطيع تقدير ذلك يعني. نعم نعم. عندما نقول الأسد الأسد، أي من الكلمتين قامت مقام الفعل، الأسد الأولى ولا الأسد؟ نعم يعني إحداهما، يعني إذا قلت الأسد الأسد فواحدة منهما يعني قامت مقام الفعل المحذوف. نعم يعني كما أفاد أخونا يعني يمكن أن نقدر المعنى، يعني عندما يقول الهلال الهلال والله يعني فيها معنى تحذير من جهة مثلا
انه عند الهلال يعني يلزم الامساك عن اشياء واجتنابها وكذا، يعني قد لا يكون تحذير مباشرة يعني الاسم المنصوب يعني يكون هو المحذر منه بالصفة المباشرة، ولكن يعني كما تفضل اخونا الكريم يعني قد يكون فيه يعني معنى التحذير داخل يعني تنبيه على شيء من خلال الجملة وكذا. نعم. قال باب إن وأخواتها. قال وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء. لاحظ استعمل الأنباء بمعنى الأخبار، النبأ هو الخبر، فجعل الخبر مرفوع فسمى الخبر إيه؟ نبأ، عشان يمشي مع الـ الحرف الروية يعني. نعم. قال وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء. تنصب الأسماء وترفع الأنباء اللي هي إيه؟ سئنا وأخواته. قال وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يا فتى وليت ثم كأن ولكن وعل واللغة المشهورة الفصحى لعل. هذه الإيه؟ إن وأخواتها. نعم. ثم كأن ثم لكن لعل. أيوة نعم. كما في بعض النسخ ثم كأن ثم كأن ثم لكن لع وعل ثم كأن ثم لكن وعل. نعم في بعض النسخ يعني في النسخة عندي ثم كأن ولك هي كأن نسخة ثم هي الأصح يعني ثم كأن ثم لكن وعل. نعم يعني هي عشان الوزن هي فعلا نسخة ثم هي اللي يستقيم بها الوزن يعني. ثم كأن ثم لكن وعل واللغة المشهورة الفصحى لعل. طيب قال في شرحه قد ذكرنا في شرح باب المبتدأ أن من جملة أقسام ما يدخل عليه قسما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهي إن بكسر الهمزة وتشديد النون ومعناها التوكيد، وأن المفتوحة الثقيلة ومعناه التحقيق. وفي بعض النسخ التوكيد، صحيح التوكيد مرتين. نعم ومعناه في بعض النسخ ومعناهما التوكيد، هذه لعلها أحسن كمان يعني من هذه النسخة. عندي ومعناه التحقيق، بس خليها نسخة ومعناهما التحقيق. وكأن ومعناها التشبيه، ولكن ومعناها الاستدراك، وليت ومعناها التمني، ولعل ومعناها التوقع لمرجو أو مخوف. توقع هذا في لعل يا شيخ موجود هكذا. ولعل ومعناها التوقع لمرجو أو مخوف. فهذه الحروف الستة. إذن إن وأن معناهما التوكيد، وكأن معناها التشبيه، ولكن معناها الاستدراك. والاستدراك هو نفي ما يتوهم دخوله في الكلام، أو يعني إثبات ما يتوهم نفيه عن الكلام، يعني إما نفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. يعني قلت كلاما مثلا حضر الطلاب، فيتوهم أن زيدا حضر يعني مع الطلاب، فتقول لكن زيدا لم يحضر مثلا، أو فتنفي شيئا إيه يتوهم ثبوته، أو تثبت شيئا يتوهم نفيه، لأن الكلام قبله قد يوهم معنى معينا، وأنت تريد إيه أن تدفع هذا التوهم فتستدرك يعني بإيه بلكن. والتمني
والتمني اللي هو طلب حصول الشيء المستحيل أو المستبعد حصوله، لعل تفيد الترجي أو التوقع، يعني الترجي يعني إذا كان الشيء محبوبا ويتوقع حصوله وهو محبوب فتستعمل له لعل، إذا كان الشيء يتوقع حصوله وهو مكروه فيسمى توقعا أيضا. بعض النحاة يعني يقول لعل للترجي عموما، يعني تشمل المعنيين، ولكن البعض يفرق يعني الترجي هو توقع حصول الشيء، لكن نقسمه إلى نوعين، يعني إذا كان الشيء هذا محبوبا فنسميه ترجيا، وإن كان مكروها نسميه توقعا، إذا كان شيئا مخوفا يعني نسميه توقعا. نعم صحيح، نعم كما تفضلت. قال: وهذه الأحرف الستة لما أشبهت الأفعال الماضية في البناء على الفتح. قل هذه الحروف الستة يعني إن وأخواتها كلها حروف، كلها حروف أشبهت الفعل الماضي في البناء على الفتح، أنها مبنية على الفتح، والفعل الماضي يبنى على الفتح، تقول ضرب وأكل وخرج ودخل وزرع، الأفعال الماضية تبنى على الفتح. وإن أن لكن ليت لعل كلها إيه مبنية على الفتح، فأشبهت الفعل الماضي. وفي اتصال ضمير المتكلم بها بنون وياء كما تتصل بالفعل، أنها يدخل عليها نون الوقاية إذا اتصل بها ياء المتكلم، فأشبهت الفعل، يعني الفعل إذا أدخلته على ضمير المتكلم، يعني ضرب عندما تدخلها على ضمير المتكلم الياء تقول إيه ضربني، يعني لوقاية الفعل من الكسر، يعني لا تقول ضربي وإنما تقول إيه ضربني، فتبقي الفعل مبنيا على الفتح. وأن تأتي بنون تسمى نون الوقاية هي اللي يدخل عليها الكسر، ياء المتكلم يناسبها كسر ما قبلها، بس عشان ما تكسرش إيه آخر الفعل المبني على الفتح، فنأتي بنون هي اللي تأخذ الكسرة، فيقول ضربني، فضرب فعل ماض وياء المتكلم مفعول به، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ونون الوقاية حرف مبني على الكسر لوقاية الفعل من الكسر. فيقول إن هذه الأحرف الستة أشبهت الفعل الماضي في أنك إذا أردت أن تدخل عليها ياء المتكلم أتيت بنون الوقاية ليقيها من الكسر، فتقول إنني وأنني ولكنني وليتني ولعلني، واضح؟ يعني هو طبعا ليس وجوبا يعني، ولكن يجوز دخول نون الوقاية عليها كما تدخل على الأفعال، فهي أشبهت الفعل في أنه يدخل عليها نون الوقاية وأنها تبنى على الفتح. قال: أجريت مجرى الفعل المتعدي الذي يرفع وينصب بفعليته. يعني هذا كله يعني فلسفة شوية، يعني يحاول يشرح يعني العلة، يعني لماذا إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فيقول لك هي تشبه الفعل الماضي، وذكر يعني وجه الشبه أنها مبنية على الفتح ويدخل عليها نون الوقاية، ثم قال: كما أن الفعل الماضي إذا كان متعديا فإنه يرفع الفاعل وينصب المفعول، فهي كذلك لما أشبهت الفعل فصارت ترفع وتنصب، بس اللي ترفع هو خبرها، هو خبرها، والذي تنصبه هو اسمها، فهي ترفع وتنصب كما أن الفعل يرفع وينصب، فهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. قال: إلا أنها تجري مجرى الفعل الذي تقدم مفعوله وتأخر فاعله، يعني هي التنصب المنصوب يأتي أولا والمرفوع يأتي ثانيا، قالت مثل الفعل الذي تقدم مفعوله على فاعله فيكون منصوبه أولا، فهي يعني أشبه، حتى لا يعترض عليه يقول له طب لو هي مثل الفعل المفروض المرفوع أولا والمنصوب ثانيا، قالت لا، ما الفعل ممكن المفعول يتقدم على الفاعل، تقول ضرب عمرا زيد، فهي تشبه الفعل الذي تقدم مفعوله على فعل. قال: وقد تقع أن المفتوحة الثقيلة مع ما بعدها مصدرا. ألا ترى أنك إذا قلت
بلغني أنك خارج كان بمثابة بلغني خروجك، فيقول أن واسمها وخبرها يقال لها مصدر مؤول، فهي في معنى المصدر. فإذا قلت بلغني أنك خارج، أن حرف الناسخ والكاف اسم أن وخارج خبر أن، فيقول أن واسمها وخبرها، يمكن أن تضع مكانها مع اسمها وخبرها، تضع مكان ذلك مصدرا، فتقول بلغني خروجك، خروجك. لهذا في الإعراب نقول بلغني، بلغ فعل ماض والنون للوقاية والياء المتكلم مفعول به، وأن حرف الناسخ والكاف اسمها وخارج خبرها، والمصدر المؤول يعني فاعل في محل رفع فاعل، المصدر المؤول من أن واسمها واسمها وخبرها في محل رفع الايه فاعل الفعل بلغني خروجك، فخروجه هي فاعل. قال والأصل في لعل عل، يقول الأصل في لعل عل، فزيدت اللام الأولى حتى صار الفرع مع الزيادة، حتى صار الفرع مع الزيادة أكثر استعمالا من الأصل، فيقول أصلها عل ولكن دخلت عليها اللام زائدة فصارت مع الزيادة أكثر استعمالا من حالها في صورتها الأصلية، يعني صورتها الأصلية عل وزيدت عليها اللام، فهذه الصورة الفرعية يعني صارت أكثر استعمالا من الصورة الأصلية. قال وكل ما يجوز أن يكون خبرا للمبتدأ يجوز أن يكون خبرا لإن وأخواتها، وإذا وقع ظرفا كان منصوبا، كقولك إن زيدا خلفك وإن الرحيل غدا، إن زيدا خلفك وإن الرحيل غدا، واضح؟ فإذا إيه كل ما يجوز وقوعه خبرا للمبتدأ، احنا مر بنا أن المبتدأ يجوز أن يكون خبره مفردا وجملة وشبه إيه جملة، جملة والجملة نقسمها إلى اسمية وفعلية، وشبه الجملة إلى ظرف وجر ومجرور، ومرت بنا هذه الأقسام. تقول إن زيدا قائم، هذا الخبر المفرد، وبعدين تقول إن زيدا مثلا يأكل، هذا خبر جملة فعلية، يأكل فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل خبر، فكما تقول يعني زيد قائم تقول إن زيدا قائم، وتقول زيد يأكل وتقول إن زيدا يأكل، فالخبر جملة الفعلية، والخبر يكون جملة اسمية سواء في خبر المبتدأ أو في خبر إن. في خبر المبتدأ تقول مثلا إيه زيد أبوه مسافر، مثلا زيد أبوه مسافر، فجملة أبوه مسافر هي خبر عن إيه زيد، زيد مبتدأ وأبو مبتدأ ثان والهاء مضاف إليه وهي العائد أو الضمير الذي يعود على المبتدأ، الذي يربط يعني الرابط أو العائد الذي يربط بين المبتدأ وخبره. عندما يكون الخبر جملة لابد أن يكون فيه رابط أو عائد يعود على المبتدأ، فتقول أبوه قائم هذا خبر المبتدأ الثاني، وجملة أبوه قائم من المبتدأ وخبره هي خبر المبتدأ الأول الذي هو إيه زيد، فتقول زيد أبوه قائم. إذا أدخلت إن نفس الشيء، تقول إن زيدا أبوه قائم، ثم تقول مثلا زيد في الدار وزيد خلفك، زيد في الدار هذا الخبر إيه جر ومجرور اللي هو شبه الجملة، زيد خلفك الخبر ظرف، فيلاحظ أن الخبر إذا كان ظرفا يكون منصوبا دائما، يكون منصوبا ولكن تقول إيه شبه الجملة في محل رفع إيه خبر، أو يعني بطريقة أخرى تقول يعني متعلق بخبر محذوف. يعني مر بنا هذا لما تكلمنا عن المبتدأ، بعض النحاة يقول إن شبه الجملة هو الخبر، وبعضهم يقول شبه الجملة متعلق بخبر محذوف تقديره مستقر، مثلا تقول يعني زيد في الدار أو زيد خلفك، تقدير زيد مستقر في الدار أو زيد مستقر خلفك. فنفس الشيء إذا أدخلت إن تقول إن زيدا
في الدار إن زيدا خلفك. ف وتقول إن الرحيل غدا، فغدا هذا خبر ظرف، خبر ظرف، فهو داخل في الخبر اللي هو شبه الجملة يعني في التقدير، يعني إن الرحيل مستقر غدا أو كائن غدا أو إلى آخره. قال وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحليف، واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيدا راحل، وقيل إن خالدا لقادم وإن هندا لأبوها عالم. فقال اعلم أن لكل نوع من أنواع العوامل عاملا يختص بخصائص دون نظائره ويسمى أم الباب، ويسمى أم الباب كما إيه مر بنا من قبل. يعني دايما كل باب فيه أدوات يكون واحد من هذه الأدوات هو إيه أم الباب، هو الحرف الأصلي. فأم يعني الحروف الناسخة إن يختص بخصائص دون نظائره، ودايما أم الباب هذا يكون له خصائص لا يشاركه فيها بقية الأدوات التي تعمل عمله في هذا الباب. قال وأم هذه الحروف الستة إن بكسر الهمزة، وهي تأتي في خمسة مواطن. يعني متى تأتي إن مكسورة، متى تأتي إن مكسورة الهمزة؟ قال في خمسة مواطن، أحدها في الابتداء كقوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي إن عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فتأتي في ابتداء الكلام يعني ليست مسبوقة بشيء قبلها. والثاني بعد القول كقوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم، قال الله إني منزلها عليكم. والثالث بعد القسم كقوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. فهنا الواو حرف جر، واو القسم، والعصر مقسم به مجرور بالواو وعلامة جر الكسرة، إن جاءت إيه مكسورة الهمزة لأنها بعد القسم. والرابع أن تأتي صلة كما قال سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، فهنا ما يعني اسم موصول بمعنى الذي، إن مفاتحه هذه جملة الصلة، فتأتي إن في صدر جملة الصلة، جملة صلة الاسم الموصول. قال والخامس أن تكون في خبرها اللام المفتوحة، أن تكون في خبرها اللام المفتوحة، وهذه اللام تختص بالدخول على معمولي إن، وهي لام التوكيد، ولهذا لم يجز أن تتعقب إن، ولزم الفصل بينهما لئلا يتوالى حرفان مؤكدان. فإذا أدخلوا إن على المبتدأ أدخلت اللام على الخبر كقوله سبحانه وتعالى إن ربك لشديد العقاب، وهذه اللام يسميها بعض النحاة اللام المزحلقة، يسمونها اللام المزحلقة، وهي الواقعة في خبر إن. فيقولون يعني أصل هذه اللام هي لام التوكيد، ولام التوكيد تأتي في الأساس لتوكيد المبتدأ، تأتي لتوكيد المبتدأ، لأن العرب إذا خاطبوا خالي الذهن ألقوا إليه الكلام بغير توكيد، يقولون زيد قائم. إذا تخاطب شخصا خالي الذهن من الموضوع، يعني لم يسمع به من قبل، ولا هو يعني شاك فيه ولا مكذب له، يعني تلقي إليه معلومة جديدة هو خالي الذهن منها، فتقول له زيد قائم. وأما إذا خاطبوا الشاك، يعني هو سمع عن الموضوع غير متأكد منه، يعني ليس خالي الذهن منه، الموضوع يعني مر عليه ولكنه غير متأكد منه، فهنا تؤكد له بمؤكد واحد، تؤكد له بمؤكد واحد، فتقول
إن زيدا قائم أو لا زيد قائم، يعني إما تستعمل إن أو اللام واحد منهم، إما تقول لا زيد قائم فتدخل اللام على المبتدأ، تقول لام التوكيد وزيد مبتدأ مرفوع وقائم خبر مرفوع، أو إن زيدا قائم فهي إن تفيد التوكيد، فإما أن تؤكد المبتدأ بإن أو تؤكد المبتدأ باللام. طيب وإذا خاطبوا المكذب اللي هو مش فقط يعني ليس فقط مجرد يعني متردد في الموضوع أو شاك فيه، بل هو يعني مكذب له ومنكر له ومعتقد عدم ثبوته، فهنا تؤكد له بمؤكدين، فتريد أن تؤكد له بإن واللام، فهنا لا يجتمع مؤكدان على المبتدأ، يعني لا تؤكد المبتدأ بمؤكدين يدخلان على نفس المبتدأ، فكرهوا يعني اجتماع مؤكدين على المؤكد الواحد، فجعلوا إن للمبتدأ وزحلقوا اللام، يعني نقلوها إلى الخبر، هي إن في الأساس لا تؤكد الخبر، ولكن إيه لما دخلت إن اللام، أقصد اللام هي لا تؤكد الخبر، ولكن لما دخلت إن على المبتدأ أدت إلى إيه أن تزحلق اللام وتنقل إلى الخبر، فتقول إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، فيكون إن تدخل على المبتدأ، إن تدخل على المبتدأ واللام لام التوكيد تنتقل إلى الخبر. هو هنا حيذكر بقى كل الصور يعني اللي ممكنة، فيقول هنا قال ولهذا لم يجز أن تتعقب إن، يعني اللام لام التوكيد لا يجوز أن تأتي عقب إن، يعني لا يصح أن تقول إن لزيد، إن لزيدا مثلا، فيعني لا يمكن أن تقول إن ولزيدا، فاللام لا تأتي عقب إيه إن. ولزم الفصل بينهما لئلا يتوالى حرفان مؤكدان، تقول إن زيدا لقائم فتفصل بين إن واللام، فإذا أدخلوا إن على المبتدأ أدخلت اللام على الخبر، ومثل لذلك أو استشهد له بقوله سبحانه، قال كقوله سبحانه وتعالى إن ربك لشديد العقاب، فإن دخلت على إيه المبتدأ اللي هو ربك، رب اسم إن منصوب وهو مضاف والكاف مضاف إليه، لا شديد، اللام هي اللام المزحلقة، ويجوز أن تقول لام التوكيد، يعني إذا قلت لام التوكيد ماشي هي تسميتها الأصلي، فتسميها لام التوكيد أو اللام المزحلقة الواقعة في خبر إن تفيد التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح، شديد خبر إن وهو مضاف مرفوع وهو مضاف، والعقاب مضاف إليه. قال وإن أخر الاسم وحل في محل الخبر وفصل بينه وبين إن الجار والمجرور أو الظرف أدخلت اللام على الاسم، ثم ذكر هنا إيه صورة أخرى، يقول يعني هو كان المانع من دخول لام التوكيد على اسم إن هو التوالي بين إن واللام، يعني لا يصح توالي حرفين مؤكدين. طيب يقول إذا فصلت بين إن واسمها بفاصل، إذا فصلت بين إن واسمها بفاصل وهو جار ومجرور أو ظرف، يعني يجوز أن تفصل بين إن واسمها بجر ومجرور أو بظرف، فإذا فصلت بين إن واسمها هنا تدخل اللام على اسم إن، لأنه لم يجتمع إيه المؤكدان معا في مكان واحد. قال استشهد هنا، قال كقوله تعالى إن في ذلك لآية، إن مؤكدة لآية، هنا اللام دخلت على اسم إن، لماذا دخلت على اسم إن هنا؟ لأنه فصل بين إن واسمها فاصل وهو في ذلك الجر والمجرور. قال وإن فصل بين اسم إن والخبر، أو وإن فصل بين اسم إن والخبر بجار ومجرور أو بظرف جاز إدخال اللام على الفاصل أو على الخبر، فتقول إن زيدا لبك واثق ويجوز إن زيدا بك لواثق. طيب هنا صورة ثالثة، احنا
احنا عندنا السورة الأولى إن واسمها وخبرها، هنا اللام تدخل على الخبر. طيب إن وجار ومجرور أو ظرف فصل بين إن واسمها، فهنا اللام تدخل على اسم إن. طيب إذا جاءت إن واسمها ثم جار ومجرور ثم خبر إن، يعني فصل جار ومجرور بين اسم إن وخبرها، يعني عندك إن وبعدين اسم إن وبعدين جار ومجرور وبعدين خبر إن، فالجار والمجرور فصل بين اسم إن وخبرها. فهنا نأتي بإن حتؤكد نأتي بإن لتوكيد المبتدأ. بالنسبة لللام هنا قال لك يجوز لك أن تدخل اللام على الجار والمجرور الذي هو فاصل بين اسم إن وخبرها، ويجوز أن تدخل اللام على الخبر. فيجوز أن يعني أصل الجملة إن زيدا واثق، وبعدين أدخل إيه فاصلا قال إن زيدا بك واثق، جاب جار ومجرور فصل بين اسم إن وخبره. ففي هذه الحالة إذا أردت التوكيد باللام يمكن أن تقول إن زيدا لبك واثق أو إن زيدا بك لواثق، فممكن تدخل اللام على الجار والمجرور الذي فصل بين اسم إن وخبرها أو تدخل اللام على خبر إن. إن زيدا لبك لواثق، لا هي بعدها سيقول فإن تأخر الجار والمجرور، فإن تأخر الجار والمجرور عن الخبر، فإن تأخر الجار والمجرور عن الخبر استأثر الخبر باللام ولم يجز دخولها على الجار والمجرور. طيب هذه سورة رابعة، يقول عندك إن واسمها وخبرها ثم جار ومجرور، يعني عندك إن ثم اسمها ثم خبرها ثم جار ومجرور. في هذه الحالة اللام تدخل على الخبر فقط، لا يجوز دخوله على الجار والمجرور. فتقول إن زيدا لواثق بك، إن زيدا لواثق بك، إذا عندك إن واسمها وخبرها وجار ومجرور، فاللام هنا تدخل على ماذا؟ على الخبر ولا تدخل على الجار والمجرور. قال ولا يجوز إن زيدا واثق لبك ولا إن زيدا لواثق لبك. في عندك سقط في النسخة عندك ولا في شيء مختلف؟ يقول إن زيدا لبك لواثق. ممكن اقرأ السطر قبلها يعني؟ ايوه لا هذا غير صحيح. النسخ يعني النسخة الصحيحة التي معي هنا يقول انفصل بين او فصل بين اسم ان والخبر بجار ومجرور او بظرف جاز ادخال اللام على الفاصل او على الخبر، يعني إما على الفاصل وإما على الخبر، ما ندخلهاش على الاثنين معا. فمثال دخولها على الفاصل إن زيدا لبك واثق، هنا اللام دخلت على الجر والمجرور الذي فصل بين اسم إن وخبره. ومثال إدخالها على الخبر إن زيدا بك لواثق، إما هذا وإما هذا، هذا هو الصحيح. قال ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا. قال أعلم أنه لا يجوز تقديم اسم إن وأخواتها عليها، اسم إن لا يتقدم عليها، من أحكام إن اسمها لا يتقدم عليها، ولا تقديم خبرها على اسمها، خبرها لا يتقدم على اسمها، اسم إن لا يتقدم عليها، يعني إن زيدا قائم هل يصح أن تقول زيدا إن قائم؟ لا يصح، لا يصح تقديم اسم إن على إن، ولا يصح تقديم خبر إن على اسمها، لا يصح أن تقول إن قائم زيدا مثلا، لا يصح هذا، فلا يصح تقديم خبر إن على اسمها ولا يصح تقديم اسم إن عليها، هذه من أحكامه. وبعدين
ذكر استثناء هنا، قال إلا أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فهنا يجوز تقديم خبرها على اسمها. إذا كان خبر إن ظرفا أو جارا ومجرورا فيجوز تقديم خبرها على اسمها. قال كقوله تعالى إن له أبا شيخا كبيرا. فهنا إن له أبا، إن حرف الناسخ، له الجر والمجرور، خبر إن مقدم، أبا اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتح. قال وقوله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا أنكالا، إن حرف الناسخ، ولدينا هذا الظرف هو إيه؟ هو خبر إن مقدم، وأنكالا اسم إن مؤخر. لدينا بمعنى عندنا. قال لأن الظرف والجار والمجرور قد اتسع فيهما، قد اتسع فيهما حتى فصل بهما بين فعل التعجب ومنصوبه. يعلل يعني ذلك، يقول لأن الظرف والجر والمجرور قد اتسع فيهما، يعني أحكامهما أوسع من أحكام بقية أنواع الأخبار. يقول لدرجة أنه في فعل التعجب، يعني رغم يعني شدة لصوق فعل التعجب بالمتعجب منه، ومع ذلك يجوز الفصل بين فعل التعجب ومنصوبه بالظرف. فقالوا ما أحسن اليوم زيدا، يعني الأصل ما أحسن زيدا، فأدخل إيه الظرف بينهما، قال ما أحسن اليوم زيدا، وما أحسن في الدار عمرا، فأدخل الجر والمجرور بين فعل التعجب وبين المتعجب منه اللي هو المنصوب على التعجب. نختم بهذين البيتين أحكام إن وأخواتها. قال وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيزا فاعرفي. وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيزا فاعرفي. والنصب في ليت وعل أظهر، وفيك أن فاستمع ما يؤثر. هنا يتكلم عن ما الكافة التي تكف إن وأخواتها عن العمل. قال إذا دخلت ما على إن وأخواتها جاز لك أن تجعلها زائدة، فلا يتغير الحكم بعدها عما كان عليه من نصب الاسم ورفع الخبر. وجاز أن تجعلها كافة، فتصير الأحرف الستة بمنزلة هل التي لا تغير المبتدأ والخبر. يعني إذا قلت زيد قائم، إذا أدخلت هل تقول هل زيد قائم، لا يتغير إيه إعراب المبتدأ والخبر، يبقى المبتدأ مرفوعا كما هو. فقال إن إذا أدخلت عليها ما الكافة يجوز أنها تكف إن عن العمل، وتجعل إن بمثابة هل، يعني تصبح إنما كأنك قلت هل، تقول إنما زيد قائم مثل ما قلت هل زيد قائم، يعني لا تؤثر في عمل المبتدأ، لا يعني لا تؤثر في إعراب المبتدأ، يعني فما يعني تبطل عمل إن ولا فتجعلها لا تؤثر في إعراب المبتدأ. أما الطريقة الأولى أن تقول ما زائدة، يعني لا تعمل شيئا وتبقى إن عاملة في المبتدأ فتنصب المبتدأ. ممكن تقول إنما زيدا قائم أو إنما زيد قائم. إنما البيع مثل الربا. هنا ماشي على الإيه، ما كافة، كفت إن عن العمل، وبالتالي البيع أصبح مبتدأ إيه مرفوعا. هو طبعا المؤلف هنا الإمام الحريري رحمه الله تعالى يرى أن الأحرف الستة الناسخة كلها إذا دخلت عليها ما يجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل، يعني ما يمكن أن تكفها وتمنعها من العمل، ويمكن أن تكون ما زائدة لا تمنعها من العمل. لكن أغلب النحاة لا يوافقونه على هذا، يعني قالوا المسموع عن العرب
يعني في يعني ما الحرف الذي دخلت عليه ما وسمع عن العربي إعماله رغم دخول ما هو ليت، يعني قالوا يعني سمع عن العرب إيه ليتما أعملوا ما بعدها وأهملوا، لكن بقية الأحرف يعني قالوا المسموع عن العرب إنه إذا دخلت ما على بقية الأحرف أنها إيه تهمل فقط يعني لا تعمل، يعني الموجود في القرآن كله إيه إذا دخلت ما أبطلت العمل، هذه كاف صارت كافة وتبطل العمل. فمن النحاة من يقول يعني الحرف الوحيد الذي يجوز إعماله إذا دخلت عليه ما هو ليت، وبعضهم يقول ليت ولعل وكأن، يعني هذه الأحرف الثلاثة، وبعضهم يقول ليت ولعل فقط، وبعضهم يقول ليت ولعل وكأن، يعني هذه قياسا يعني يعني بعضهم يجيز إعمال ليتما ولعلما فقط، وبعضهم يجيز إعمال ليتما ولعلما وكأنما فقط. لكن الحريري يعني كأنه منفرد بهذا، يعني دائما حتى في كتب المتأخرين يعني هذا المذهب ينسب للحريري، يعني اللي هو مذهب جواز إعمال الأحرف الستة إذا دخلت عليها ما، يقولون هو مذهب الحريري يعني كان يعني. أما بقية النحاة يعني دائما إما يقولون ليت فقط أو ليت ولعل فقط، أو يعني أكثر اللي بيتوسع يقول ليت ولعل وكأنما، ليتما ولعلما وكأنما. الحريري هو اللي قال لك الستة كلها يجوز إعمالها وإهمالها. نشوف كلامه هنا، يقول إذا دخلت ما على إن وأخواتها جاز لك أن تجعلها زائدة فلا يتغير الحكم بعدها عما كان عليه من نصب الاسم ورفع الخبر، وجاز أن تجعلها كافة فتصير الأحرف الستة بمنزلة هل التي لا تغير المبتدأ والخبر، إلا أن الاختيار أن تنصب في كأنما وليتما ولعلما. قال هذه الثلاثة الاختيار أنك تجعل ما غير كافة، يعني تجعل ما زائدة وتنصب، وترفع في إنما وأنما بكسر الهمزة وفتحها، وفي لكنما. يعني هو قال الاختيار أن تكون ما زائدة في ليت ولعل وكأن، وتكون ما كافة في إن وأن ولكن. واضح؟ إذا قلنا كافة يعني تبطل عمل إن وأخواتها، ويبقى بعدها مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، وإذا قلنا زائدة يعني لا تؤثر في عملها وتبقى يبقى المبتدأ منصوبا على أنه اسم إن وأخواتها. قال كما قال سبحانه وتعالى إنما الله إله واحد، هنا ما كافة ولا زائدة؟ كافة، لأنه أبطلت عمل إن وأصبح الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، وإله خبر. قال وإنما اختير الرفع في هذه الثلاثة، لماذا هذه الثلاثة اختير فيها الرفع؟ الثلاثة اللي اختير فيها الرفع اللي هي إن وأن ولكن، صحيح؟ اختير فيها الرفع، قال لأن معنى الابتداء لا يتغير فيها، لأن معنى الابتداء لا يتغير فيها، ويتغير في الثلاثة الأول، بعض النسخ في الثلاثة الأخر، سواء الأول أو الأخر، المقصود اللي هو ليت ولعل وكأن. يعني هو هنا يقولون يعني المعنى الأصلي للجملة الابتدائية أن الاسم هذا اسم واقع في بداية الكلام، فيقول إن وأن ولكن يعني لا تغير المعنى الأصلي للمبتدأ، ولكن الحروف الثلاثة الأخرى اللي هي ليت ولعل وكأن فتنقل إلى معان أخرى اللي هي معنى التشبيه ومعنى التمني ومعنى الترجي، فيقولون هذه معان يعني زائدة على مجرد معنى الابتداء، فيعلل بهذا التعليل. يعني قال فيستحيل الكلام في كأنما إلى تشبيه، يستحيل أن يتحول في كأنما إلى تشبيه، هو يعني في كأن عموما يعني سواء مع ما أو بدون ما، يعني هو بيتكلم لماذا
المختار في كأنما المختار في كأنما أن تكون ماء زائدة، أن تكون ماء زائدة. يقول لأن كأن لها معنى يعني لا يستفاد بدونها يعني، وهو معنى التشبيه. وفي ليتما إلى تمن، وفي لعلما إلى ترج، يعني هذه الحروف الثلاثة ليت ولعل وكأن عندما تدخل على الجملة تحدث فيها معاني زائدة يحتاج فيها إلى هذه الحروف، فبالتالي يقول إنما إذا دخلت تكون زائدة يعني حتى إيه يبقى عمل هذه الحروف ويبقى تبقى دلالتها على المعاني التي تستفاد بها، بخلاف يعني إن وأن ولكن يقول هذه يعني لا تؤثر كثيرا في معنى المبتدأ، يعني يبقى المبتدأ على معناه سواء كففتها أو أعملتها، يعني لا تفيد معنى زائدا على معنى الجملة الأصلية. قال والفرق بين التمني والترجي أن التمني يكون فيما يقع وفيما لا يقع، والترجي لا يستعمل إلا فيما يقع. قل التمني يكون فيما يقع وفيما لا يقع، لكن دايما التمني هو إما شيء مستحيل أو شيء مستبعد الحصول، يعني احتمال حصوله نادر أو قليل فيستعمل له التمني. أما الترجي فلا يستعمل إلا فيما يقع، ويكون احتمال وقوعه يعني غالبا أو كثيرا أو يعني لا يكون يعني مستبعدا أو نادرا. فلا يجوز أن يقال لعل الشباب يعود، لأن هذا شيء مستحيل. فقال إيه ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يقول مثلا ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، ودائما ليت تأتي في أشياء مستحيلة، يعني ليت الكواكب تدنو، ليت الشباب يعود كذا. فقال هذا لا يصح استعمال لعل فيه، لأنه شيء مستحيل لا يمكن استعمال لعل فيه. أما الشيء يعني لعل يقول لا تستعمل إلا فيما يقع، أما ليت فيتستعمل للتمني، والتمني اللي هو طلب الشيء المستحيل أو المستبعد الحصول، يعني قد يقع أيضا مع لعل مع ليت قد يقع ولكنه يكون مستبعدا. يعني يا ليتني مت قبل هذا مثلا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا إلى آخره. بهذا ينتهي الحديث عن إن، وننتقل بعدها إلى كان وأخواتها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. نعم إن شاء الله. الفرق بين إني جاعل قال إنني أنا الله، إني وإنني. أحسنت، إني جاعل إنني أنا الله، هذا دليل على أن دخول نون الوقاية على إن وأخواتها أنه يعني جائز ليس واجبا، يعني يمكن أن تقول لعلي ولعلني وليتي وليتني وهكذا، فدخول نون الوقاية في هذه الأحرف يعني جائز وليس واجبا. يعني شفنا في بيت متين إن بالكسرة من الأحرف تأتي مع القول وبعد الحليف جاب الحليف مشان الوزن الحلف والقسم، يعني لا الحلف اللي هو هو هنا ايه ممكن نقرا البيت مره ثانيه. يقول وبعد قال وان بالكسره ام الاحرف تاتي مع القول وبعد الحليف، الحليف هو القسم يعني بكسر اللام هكذا الحليف، يعني بتسكين اللام وبكسر اللام. لا لا الحلف هذا معنى آخر، يعني إذا تقصد الحلف مثلا يقول حلف الفضول وحلف كذا، حلف اللي هو يعني زي تعاهد الناس يعني على فعل شيء فيما بينه وكذا، تحالف من التحالف قوات التحالف لا هو هذا يقال له حلف، الحلف اللي هو مثل حلف الفضول، يعني تعرف حلف الفضول الذي نعم، وحلف المطيبين، الأحلاف التي يعني كانت تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام مع ناس من قريش يعني على نصرة المظلوم
وأخذ حق الضعيف. لا هو يقال حلف أو حلف، الحلف بقى له معنى القسم يعني. والله تعالى غير. إن لدينا إن كان لدينا هو ظرف. خبر مقدم وإن كان اسم إن مؤخر. أيوة. يا أصلها لدى. لدى وأدخل عليها دخلت على نا أضيفت إلى نا. الله يفتح. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.